بسم الله الرحمن الرحيم. درسنا النهاردة اسمه Application of the Definite Integral. ايه الفرق ما بين الـ Definite Integral والـ Integral العادي اللي احنا كنا بناخده قبل كده اللي هو Unlimited؟ الـ Integral العادي اللي كنا بناخده قبل كده كنا بنخلص وفي نهاية المسألة بنضيف plus t اللي هي Constant، وطبعا الـ Constant ده قلنا له شروط عشان يتحسب، بس احنا مش واخدينها في الشغل بتاعنا. طيب النوع الثاني اسمه Definite Integral، هو نفس القوانين ونفس الشغل ونفس كل حاجة، بس بعد ما بنخلص ما بنحطش بلس سي. امال بنعمل ايه؟ بيبقى عندي على علامة الانتجريشن رقمين، رقم تحت ورقم فوق. الرقم اللي تحت اسمه lower limit يعني الحد الأدنى، واللي فوق اسمه upper limit يعني الحد الأعلى. بخلص انتجريشن عادي ما بكتبش بقى بلس سي، بحط الرقمين بتوعي زي ما هم كده، وبعدين ابتدي اعمل substitution عن الاكس بالرقم اللي فوق الاول، substitution عن الاكس بس، بقيه الفورمه بتاعه الانتجريشن بتنزل زي ما هي. يعني انا هنا شلت الاكس وحطيت 6 عليها سكوير وتحتيها 2 اهي زي ما هي، 6 سكوير طبعا اللي هي ب 36 على 2. بعد كده دايما دايما نعمل علامه ماينس ونعوض بالرقم اللي تحت، اشيل الاكس واحط 2 تبقى 2 سكوير ب 4 على 2. 36 ماينس 4 32 على 2 فيها 16. طيب ده من ناحية الألجبرا، يعني إزاي عملت الديفنت انتجرال. طيب يا ترى له معنى هندسي، له جيومتريكال مينينج؟ إيه هو الجيومتريكال مينينج بتاعه؟ Area under the curve in the limited part. يعني إيه؟ يعني المساحة تحت المنحنى في الجزء اللي تم تحديده. أنا هنا الإكس لما أجي أكتب المعادلة بتاعتها هتبقى واي إيكوال إكس، هي دي المعادلة. y equal x دي بتريبريزنت ايه؟ بتمثل ايه؟ خط مستقيم. تمام، اهو انا رسمهولك. هو عمل الانتجريشن ده من 2 ل 6، انا محددها لك ومظللاها. الرقم اللي طلع 16 ده بيمثل ايه؟ بيمثل المساحه الاريا في الحته المتظلله عند حضرتك ده من اول 2 لحد 6 تحت الكيرف بتاعي اللي هو الستريت لاين هنا. طيب هو شرط يعني ان الكيرف يجي ستريت لاين؟ لا، الكيرف يجي زي ما يجي مش هتفرق كتير. تمام، محتاجين هنا نشرح شوية حاجات قبل ما نبتدي نحل المسائل. رقم واحد، المسائل نوعين، نوع بيجي الكيرف كيرف واحد، والنوع التاني بيجي كيرفين انترسكتد متقاطعين مع بعض، وبجيب الاريا اللي بينهم، المساحة اللي بينهم أو الحجم اللي بينهم. تمام؟ طيب أنا لو جيت للرسمة الأولانية وسألت حضرتك من ناحية اليمين على الإكس أكسس، المسافة الأولانية الخط الصغير ده لحد إكس بكام؟ 2. تمام. طيب والخط الطويل لحد إكس بكام؟ 7. جميل. طب الحتة اللي في النص ما بينهم كام؟ تمام، هتقولي 5. طب عرفت منين إنها 5؟ طرحت 7 ناقص 2 فديتك الكام؟ 5. طيب إحنا عايزين نحول الكلام ده لإكويشن أو معادلة. لو أنا قلت إن المسافة الأولانية اللي هي 2 سميتها إكس 2، والمسافة الطويلة اللي هي الكبيرة اللي هي 7 سميتها إكس 1، يبقى الحتة اللي في النص أنا عملت إيه؟ طرحتهم. تمام، يعني إكس واحد ماينس إكس اتنين. طب لو أنا غيرت الأسامي يجرى حاجة؟ لا، ما يجراش حاجة، مش هتفرق، سمي اللي أنت عايزه. تمام، بس عادة أنا بطرح الكبير ماينس الصغير لأن مفيش مساحة ولا حجم، مفيش أريا ولا فوليوم بالماينس، الحجم والمساحة دايما بإشارات إيه؟ بوزيتيف. يبقى انا عرفت ان انا عشان اجيب الهوريزونتال ديستانس او المسافه الافقيه ما بين مسافتين بطرح. طيب نروح للفيرتيكال، المسافه الراسيه، الخط الصغير ده 4. طيب والخط الطويل 10. طب تبقى الحته اللي في النص ما بينهم كام؟ 6. تمام، عملنا ايه؟ طرحنا 10 ماينس 4. نفس الكلام، هسمي واي 1 وهسمي واي 2، يبقى الحته اللي في النص دي اسمها ايه؟ واي 1 ماينس واي 2. تمام، يبقى بعد كده كمان ناخد برضو معلومة تانية هستخدمها وانا بشتغل. ايه الفكرة في الشغل بتاعي؟ الفكرة ان انا عايز اجيب المساحة او الاريا under the curve، زي ما احنا شايفين الكيرف الكبير اللي انا مقسمها تحت شرايح. تمام، فالفكرة ان احنا بنقسم slices او strips، بالعربي strips او slice يعني شريحة. تمام، طيب لو بصينا لأي واحدة فيهم شكلها على شكل ايه؟ تقريبا تمام، rectangle مستطيل، صح كده. ببتدي اجيب الريكتانجل، بجيب المساحه بتاعه الريكتانجل ده واعمل انتجريشن من اول نقطه لاخر نقطه يديني المساحه الكليه.
طبعا القصة دي فيها خطوات، المفروض ان دي لامت للسميشن ومش عارفة ايه، بس احنا مش بندخل في تفاصيل. تمام، طب يبقى الفكرة الاساسية ان انا بقسم ستريبس شرايح. طبعا الستريبس ممكن تبقى بالطول فيرتيكال زي دي، ممكن تبقى بالعرض يعني ايه هوريزونتال. الرسمة الأخيرة اللي هي البسمة الرابعة اللي هي في آخر الصفحة خالص دي، مجرد إن أنا بوريك إن أنا لو عندي كيرفين متداخلين مع بعض، فأنا عايزة أجيب الأريا اللي في النص، فلو أنا بتكلم على الطول اللي ما بينهم هيبقى اسمه إيه؟ تمام، واي واحد ماينس واي اتنين، علشان في كيرف تحت وفي كيرف فوق، زي في حتة صغيرة تحت وحتة فوق. والهوريزونتال ديستانس المسافة اللي بالعرض، تمام، برضو هتبقى x1 ماينس x2. الطريقة اللي هنشتغل بيها في الشابتر ده، طبعا في أكتر من طريقة لحساب الأريا والفوليوم، إحنا اخترنا طريقة اسمها الديسك ميثود. تمام، طيب نبتدي نتكلم بقى إحنا إزاي هنشتغل وهنحسب الأريا. لو أنا واخدة vertical strip يعني شريحة بالطول، هتبقى زي ما إحنا شايفين أنا رسمها إيه، شكلها إيه، شكلها ريكتانجل مستطيل. طيب الطول أو ال horizontal ال vertical distance بنقول عليها ايه؟ واي. تمام، طب والهوريزونتال ديستانس في العادي بنقول عليها اكس، اللي هي المسافه الافقيه. بس احنا في اتفاق مع عندنا في الرياضه ان لو المسافه الصغيره خالص بنقول عليها دلتا اكس، اللي هي لما بناخد لها الليمت تبقى اسمها دي اكس. طب انت حضرتك لو بصيت على المستطيل ده هتلاقي الواي تعتبر كبيره والاكس هي اللي صغيره خالص، فهسمي الحته الصغيره خالص دي مش هسميها اكس بقى، هسميها دي اكس. يبقى حضرتك لما تحب تحسب الاريا او المساحه، هتبقى المساحه بتاعت الريكتانجل المستطيل ايه، طول في عرض. تمام، يبقى هتبقى الاريا واي دي اكس. تمام كده، وهي دي قانون بتاعي، يبقى انا مش محتاجه احفظه، انا مجرد بس ارسم الريكتانجل بتطلع على طول القانون. طيب لو انا ما عنديش كيرف واحد، عندي كيرفين، يبقى المسافه دي مش هيبقى اسمها واي، امال هيبقى اسمها ايه؟ هيبقى اسمها واي 1 ماينس واي 2، بس ده اللي هيختلف، هيبقى اسمها y1 minus y2 مضروبة برضو في dx. تمام؟ طيب عايزين نجيب الفوليوم. حضرتك هتتخيل معايا، شايف السطر اللي أنا رسماه ده وحط عليه الريكتانجل، حضرتك هتتخيل معايا إن الستريب دي أو الشريحة دي هتلف دورة كاملة حوالين الإكس أكسس. تمام؟ يبقى الستريب دي واقفة كده perpendicular على الإكس أكسس، يعني عمودية على محور إكس، هتلف حواليه. متخيل معايا؟ طيب هترسم ايه؟ تمام، انا سامع ناس بتقول هترسم دايرة. لا، هي مش دايرة، انا ما بلفش فيش بفتلة. دايرة دي لو انا بلف بفتلة، فالفتلة ملهاش سمك، فيبقى اسمها دايرة. تمام، في ناس تانية بتقول سلندر، يعني اسطوانة، ولا اسطوانة، لان الاسطوانة ليها، ايوه بالظبط، سمك كبير. امال دي هترسم ايه؟ حضرتك شفت الطارة بتاعت الحديد اللي انت بتلعب بيها وبترفع بيها الحديد، هي هترسم ديسك، بنقول عليها ديسك، اللي هو زي طارة الحديد كده، دايرة وليها سمك، بس سمك صغير، مش عامل زي بتاع الاسطوانة اللي هي السلندر، مش طويل زي بتاعت السلندر، هو صغير. تمام، طيب لو احنا عايزين نجيب الفوليوم اللي هو الحجم، الحجم عبارة عن تلات أبعاد، تلات دايمنشن. طيب انا عندي الديسك، الديسك ده عباره عن ايه؟ عباره عن وشه عباره عن دايره وله ثيكنس او له سمك. تمام، طيب هي مساحه الدايره ايه؟ باي ار سكوير. تمام كده، طب هو نص القطر اللي كان بيلف معايا، اللي هو الراديوس اللي بيلف معايا، اللي بلف بيه، اسمه ايه؟ تمام، اسمه واي. يبقى انا يبقى القانون باي واي سكوير. طب كده انا عندي كام دايمنشن؟ 2، مش انا بقول واي سكوير يبقى كام دايمنشن؟ 2، فاضل الدايمنشن التالت عشان يبقى فوليوم، هضرب في الثيكنس اللي هو السمك، السمك هنا بتاع الريكتانجل اللي هو مين؟ دي اكس. تمام، ويبقى القانون بتاعي باي واي سكوير دي اكس. في الشكل ده جمعت لك كل اللي اتقال في السلايدز اللي فاتت. لو انا عندي فيرتيكال ستريب يعني شريحه بالطول، الطول بتاعها هيبقى واي، والويت او العرض هيبقى دي اكس، تبقى الاريا هتبقى واي دي اكس. تمام كده، هعمل انتجريشن من اول نقطه على الاكس اكسس لاخر نقطه عندي على الكيرف، يعني اللي انا بشتغل عليه اللي هو من A الى B. طيب لو انا عندي اتنين كيرف زي ما اتفقنا قبل كده، الحته اللي في النص دي مش هيبقى اسمها واي، هيبقى اسمها واي 1 ماينس واي 2 برضه في دي اكس.
تمام؟ يبقى انا لما بعمل انتجريشن على الاكس يعني بالنسبه لدي اكس يبقى النقط باخدها من على الاكس، تمام؟ طيب الفوليوم اوف ريفوليوشن يعني ايه فوليوم اوف ريفوليوشن؟ يعني الحجم الناشئ عن الدوران، يعني انا لما دورت الشريحه دي خليتها تلف لفه كامله حوالين الاكس اكسس طلعت لي شكل الديسك، تمام؟ طلعت لي شكل الديسك، فبقول عليها volume of revolution. عشان أنا لفيت حوالين الـ x axis فسميتها vx، تمام؟ هتساوي باي زي ما قلنا، وحدود التكامل هي هياها من a إلى b y squared dx زي ما شرحنا في الاستراب اللي فاتت. طيب افرض أنا ما عنديش كيرف واحد، كان عندي كيرفين، فبدل ما هتبقى y هتبقى y1 squared minus y2 squared. طيب تعالوا نبص كده، لو الاستراب horizontal أفقية، طيب العرض الكبير او الجزء الكبير عندي مين؟ اكس، تمام. طب والحته الصغيره خالص اسمها ايه؟ مش واي بقى، هيبقى اسمها دي واي. طيب الاريا بتاعت الريكتانجل، مساحه الريكتانجل ايه؟ طول في عرض، لينث في ويدث، تبقى اكس دي واي، تمام. وهاخد الليمتس بتاعتي من سي الى دي، سي ودي دي النقط اللي على الواي اكسس. بما ان انا بعمل انتجريشن بالنسبه لدي واي يبقى الليمتس هاخدها من على الواي اكسس. طب افرض ما عنديش كيرف واحد، عندي كيرفين، يبقى الحتة اللي في النص ما بينهم مش هيبقى اسمها x بقى، هيبقى اسمها x1 minus x2. نفس الكلام الاستراب الهوريزونتال دي، الشريحة الأفقية دي perpendicular على مين؟ عمودية على مين؟ على x ولا على الواي؟ لا على الواي، تمام. هلف حوالين الواي، همسك الاستراب دي وهتخيل اني بلف لفة كاملة revolution كده، هلف لفه كامله حوالين الواي اكسس. هترسم ايه؟ تمام، برضو هترسم نفس القصه ديسك، تمام. طيب ايه هي الاريا بتاعت الوش الديسك دوت؟ الوش بتاعه سيركل، السيرفيس بتاعه عباره عن سيركل، الاريا بتاعتها باي ار سكوير. طيب هو الراديوس نص القطر او الراديوس اللي هو بيلف معايا كان اسمه ايه؟ تمام، كان اسمه اكس، تبقى باي اكس سكوير. والثيكنس او السمك قد ايه؟ دي واي. طب افرض ما عنديش كيرف واحد، عندي كيرفين جوا بعض، فهتبقى اسمها بدل x squared هتبقى x1 squared minus x2 squared. Example 1 بيقول لي find the area under the curve y equal sin x، وقال لي from 0 to y. طبعا y sin x كلنا عارفين الرسمة بتاعتها هي شكل الويف أو الموجة، هو عايز من صفر الباي بس. أنا رسمها لك موجة أهي فوق، وتحت خدت الجزء اللي هو عايزه بس اللي هو من 0 إلى باي وظللته. طيب يبقى هو قال لي ان الليمتس بتاعت الانتجريشن حدود التكامل بتاعتي من 0 الى باي، خلاص تمام. انا قررت ان انا اخد فيرتيكال ستريب، شريحه راسيه. طبعا هرسم على جنب الريكتانجل بتاعي اللي كنا لسه عاملينه في السلايد اللي قبل دي، هيبقى الاريا واي دي اكس. طيب الواي قيمتها ايه في المساله؟ قيمتها بساين اكس. نعمل انتجريشن، ايه هو انتجريشن الساين؟ تمام، نيجاتيف كوساين. هنحط الليمتس بتاعت الانتجريشن، مرة أعمل substitution باللي فوق تبقى cosine باي، وبعدين أقول minus وأعمل integration بالرقم اللي تحت اللي هي cosine 0، وأصلا في minus تبقى minus minus plus. cosine باي بنيجاتيف 1 في نيجاتيف تبقى positive 1، cosine 0 ب 1 يبقى 1 plus 1 equal 2، وهي دي الأريا بتاعة الجزء اللي هو شادد أو مظلل. Example 2 بيقول لي find the area between the curve x equal 3y minus y squared and y axis، تمام، from y equal 1 to y equal 2. طبعا طالما قال لي from y equal 1 to y equal 2 يعني خد الليمتس على الواي، يبقى عايز عندي دي واي، يبقى الستراب دي horizontal، تمام. هبص هرجع بقى للسلايد التالتة وهبص على الهوريزونتال، هلاقي ان الاريا هرسم الاستراب بتاعتي هوريزونتال، الاريا هتبقى اكس دي واي. طيب هو مديني اللامس بتاعت الانتجريشن من واحد لاتنين، هشيل الاكس وهعوض عنها بالفاليو بتاعتها اللي هي 3 واي ماينس واي سكوير، تمام. هعمل انتجريشن عادي، هزود على الباور واحد واقسم على الجديد تبقى 3 واي سكوير اوفر 2، ماينس هزود على الباور واحد تبقى واي باور 3 على 3. الليمتس بتاعت الانتجريشن هكتبها زي ما هي من واحد لاتنين، مرة أعوض بالرقم اللي فوق اللي هو اتنين، ومرة بالرقم اللي تحت. طيب
هعمل الكلام ده وهحط كل واحدة فيهم في براكت زي ما احنا شايفين، هعمل سامبليفاي للأرقام هتطلع 13 على 6، ويبقى هي دي قيمة الاريا في الجزء اللي هو طلبه مني. اكس فيرسن حوالين الاكس، فده example 3. find the area under the curves. اداني 2 curve y plus x equal 1 and y equal x squared minus 1. انا رسمت لحضرتك الرسمة فوق اهي كاملة، وبعدين خدت الجزء اللي هو مشترك ما بينهم حطيته لحضرتك في الرسمة التانية شادت عشان تبقى شايفه، تمام؟ طيب انا هاخد vertical strip. ال vertical strip زي ما اتفقنا هيبقى الاريا بتاعتها y dx. طب انا ما عنديش y واحدة بس، انا عندي 2، y واحد y اتنين، هقول y1 minus y2 وحطيتها في modulus. ليه حطيتها في modulus؟ عشان لو في اي اشارة نيجاتيف تطلع تروح، لان مفيش اريا زي ما قلنا بالنيجاتيف، تمام؟ خلاص. وسميت y1 1 minus x، وسميت y2 x squared minus 1. طبعا قبل ما ابتدي احل انا عايزة اعرف الليميتس بتاعت الانتجريشن، عايزة اعرف انا هعمل انتجريشن من كام لكام. طيب يبقى انا لازم احل التو ايكويشن مع بعض. بنحلهم ازاي؟ عند البوينت اوف انترسكشن، عند نقطه التقاطع، واي المعادله دي بتساوي واي بتاعت المعادله دي، تمام؟ طيب واي المعادله الاولانيه اللي هي واي بلس اكس ايكوال 1، لو انا عايز اجيب واي بس هتساوي ايه؟ 1 ماينس اكس، تمام. طب والمعادله الثانيه الواي بتساوي اكس سكويرد ماينس 1. عند البوينت اوف انترسكشن الواي دي بتساوي الواي دي، تمام؟ فهحط دي بتساوي دي، يبقى 1 minus x equal x squared minus 1. أجمعهم كلهم في ناحية واحدة تبقى x squared plus x minus 2 equal 0. أعمل factorization، اللي بيعرف يشتغلها أوكي، اللي ما بيعرفش بيدخلها على الكالكوليتر. أعمل لها factorization يعني تحليل، هتبقى x minus 1 في x plus 2. يبقى عندي قيمتين للx، يا إما 1 يا إما minus 2، تمام كده؟ طبعا إحنا قلنا إن الليميتس بتاعت الانتجريشن بنسميهم a و b. يبقى أنا عندي النقطة الأولانية minus 2 والنقطة التانية 1، يبقى الانتجريشن بتاعي هيبقى من minus 2 إلى 1. هشيل y1 وأحط قيمتها، minus y2 شيلها وأحط قيمتها، تمام؟ وأبتدي أعمل الانتجريشن، هزود على الباور 1 وأقسم على الباور الجديد، مفيش أكتر من كده، تبقى x باور 3 على 3 plus x squared على 2 minus 2x. هعمل الانتجريشن بتاعي من minus 2 إلى 1، هعمل substitution بالرقم اللي فوق minus، وأعمل substitution بالرقم اللي تحت، أصفي الأرقام هتطلع لي فعلا الرقم بالنيجاتيف، negative 27 over 6. هاخد لها المودلس هطلعها بالبوزيتيف، هتبقى 27 over 6، وهي دي الأريا between the curves. example 4. find the volume of revolution of the area bounded by the curves و x equal 0 y equal 0 x plus y equal 1. x equal 0 اللي هي ال y axis محور y، y equal 0 اللي هي ال x axis اللي هو محور x، x plus y equal 1 ده straight line خط مستقيم، تمام؟ طيب احنا قررنا ان هو طلب مني ان انا اخد about ال x axis وال y axis، يعني عايز vertical strip وعايز horizontal strip، عايز الاثنين. طيب بدأت بال vertical strip، وزي ما قلنا احنا هنتخيل انها بتلف complete سيركل، بتلف لفة كاملة حوالين الإكس أكسس، بترسم ديسك الوش بتاعه سيركل دايرة مساحتها باي آر سكوير. طب الراديوس أو نص القطر اللي بيلف اللي هو الواي اللي هو الطول بتاع الريكتانجل، هتبقى باي واي سكوير، والثيكنس أو السمك هيبقى دي إكس، هتبقى باي واي سكوير دي إكس. طيب الانتجريشن هيبقى من كام لكام على الإكس أكسس؟ تمام، من 0 إلى 1. طيب أنا جبت منين ال 1؟ شفت اللاين الستريت لاين ده قطع الإكس أكسس في كام؟ يعني إيه قطع الإكس أكسس؟ هو لما يلمس الإكس أكسس يبقى الواي هنا بكام؟ بزيرو. عوضت في المعادلة باي بزيرو فادتني الإكس ب 1. فبعمل انتجريشن من عند الزيرو الأوريجن لحد النقطة اللي الخط لمس فيها الإكس أكسس اللي هي من 0 إلى 1. تمام؟ عملت direct substitution باي تخرجتها بره،
وشلت كلمة y وعوضت عنها من فوق بواحد ماينس x عليها squared، فكيت البراكت الأولاني square التاني square اتنين الأول في التاني، وبدأت أعمل integration عادي خالص، integration ال 1 بx وال x square وال 2x هتبقى x squared على الاتنين، الاتنين هتختصر مع الاتنين تبقى x squared بس، plus x squared هتبقى x cube over 3. هعمل حدود التكامل من 0 إلى 1، الأول هعمل substitution بالرقم اللي فوق minus الرقم اللي تحت هتديني pi over 3، وهو ده الفوليوم of revolution around the x-axis. طبعا المفروض ان انا لما احسب الفوليوم بس بدل ما هي vertical strip horizontal strip او شريحة افقية اللي هي هتلف حوالين y-axis المفروض يطلع نفس الرقم، ما ينفعش طبعا يطلعوا ارقام مختلفة لانها نفس المسألة ونفس الحاجة اللي انا بشتغل عليها، تمام كده؟ طيب هبتدي احسب ال vy. اوكي هحسبها برضو، هعمل نفس الكلام الليمتس بتاعت الانتجريشن من زيرو عشان انا شغاله من عند الاوريجن، اخر نقطه على الواي اكسس اللي الخط لمس فيها الاكس بتاعتها هتبقى بزيرو، اروح للايكويشن احط الاكس بزيرو هتطلع لي الواي ب1، هيبقى الانتجريشن عندي من زيرو الى 1. الستريب بتاعتي هوريزونتال يعني بالعرض، هتخيل ان هي بتلف حوالين الواي اكسس، يبقى الراديوس او نص القطر بتاعي اسمه تمام اكس تبقى باي x squared، والثيكنس أو السمك هيبقى دي y. هشيل ال x وهعمل عنها substitution من فوق 1 minus y squared. طبعا ليه أنا بعمل كده؟ لأن المفروض ال integration بالنسبة ل y is دي y، فأنا هعمل ال x بالنسبة ل y ازاي؟ مش هعرف، فعشان كده بشيل ال x وبعمل عنها substitution من فوق بحيث إن هي تبقى function في ال y، فأقدر أعمل integration بالنسبة إلى y. هخرج الباي بره، هفك البراكت، هيبقى الأولاني سكوير التاني سكوير اتنين الأول في التاني، هعمل انتجريشن عادي خالص، انتجريشن ال1 بواي، الواي تبقى واي سكوير على الاتنين، الاتنين سامبليفايد هتختصر مع الاتنين اللي فوق هتبقى ماينس واي سكوير بس، بلس واي كيوب على التلاتة من زيرو إلى 1. هعمل سبستيوشن بالرقم اللي فوق ماينس سبستيوشن بالرقم اللي تحت هتديني برضو باي على التلاتة. Example 5 وده آخر example عندي، بيقول لي a region in the xy plane is bounded by the following curves y equal x minus 2 squared y equal x. بيقول لي إن عنده منطقة موجودة في xy plane bounded محدودة بكيرفين وراح مديهم لي، وقال لي إن هو عايز الأريا وعايز vx volume of revolution around the x-axis، عايز الشريحة تلف حوالين الx. طيب بما ان هي الشريحة هتلف حوالين الاكس اكسس يبقى هي vertical ولا horizontal؟ طبعا هي لازم لما تلف تبقى perpendicular يعني عمودية، فطبعا طالما كده يبقى هي هتلف حوالين الاكس اكسس، تمام كده؟ طيب يبقى انا عرفت ان الستريب بتاعتي vertical، يعني هو ما قاليش انها vertical بس انا عرفت لما قالي احنا هنلف حوالين الاكس اكسس، عشان تلف حوالين الاكس اكسس لازم تبقى perpendicular عليه عمودي عليه. رسمت الشريحة بتاعتي وبدأت أعمل حساباتي، سميت كيرف فيهم y1 وكيرف فيهم y2. طبعا قبل ما أبدأ حساباتي لازم أعرف أنا هعمل integration من فين لفين. طيب يبقى أنا لازم أجيب ال point of intersections اللي هي نقط التقاطع بتاعت الكيرفين. بنجيبها إزاي؟ عند ال point of intersection عند نقط التقاطع y بتاعت الكيرف الأولاني تساوي y بتاعت الكيرف التاني، رحت مساوياهم ببعض x equal x minus 2 squared. بدأت أفك البراكت سكوير، فكيته جمعت الحاجة مع بعضها طلعت لي equation x squared minus 5x plus 4 equal 0. عملت factorization حللت بقت x minus 4 times x minus 1 equal 0، يبقى يا إما ال x ب 4 يا إما ال x ب 1. طب عايز أجيب ال corresponding point، عايز أجيب ال y بتاعة ال point دي، أعوض في أي equation من الاتنين اللي فوق سواء دي أو دي بيدوا نفس النتيجة، حطيت الـ x بـ 4 فطلعت الـ y كمان بكام؟ 4 عشان الـ y بتساوي x، حطيت الـ x بـ 1 طلعت الـ y بـ 1، يبقى الـ point of intersections عندي 1 و 1 و 4 و 4، تمام؟ هبتدي أحسب الـ area، إحنا قلنا إحنا هناخد vertical strip، هيبقى الـ area y dx، ما عنديش أنا كيرف واحد هما كيرفين، فهتبقى y1 minus y2. وزي ما شفنا جبنا الليمتس بتاعت الانتجريشن من الجزء اللي قبل ده،
هيبقى ال x قيمتها من 1 إلى 4، تمام؟ هعمل substitution، هعوض، هشيل y الأولانية وأحط مكانها قيمتها x minus y2 اللي هي x minus 2 squared. مش هفك حاجة خالص، هعمل integration مباشر، integration x تبقى x squared على 2. طب وال bracket؟ هقول bracket وعليه power وال differentiation بتاعه بره. ايه هو differentiation x ب1؟ يبقى integration البراكت ده ايه؟ ازود على الباور 1 واقسم على الجديد، تمام، تبقى x minus 2 power 3 over 3. هعوض مرة بالرقم اللي فوق ال upper limit اللي هو 4 minus مرة تانية اعوض بال lower limit اللي هو 1. هجمع الارقام هتطلع 9 over 2، وهي دي الاريا المطلوبة. بعد كده هحسب له ال vx اللي هو طلبها. هتخيل ان الستريب بتاعتي بتلف حوالين ال x axis، هترسم ايه؟ هترسم ديسك، وش الديسك دوت عبارة عن سيركل أو دايرة، المساحة بتاعتها باي ار سكوير. طب هو نص القطر اللي كان بيلف معايا أو الريديوس اللي بيلف معايا كان مين؟ كان واي، تمام؟ فهتبقى باي واي سكوير دي اكس. طب أنا ما عنديش كيرف واحد، أنا عندي كيرفين، هتبقى باي واي 1 سكوير ماينس واي 2 سكوير. كل اللي هعمله هعمل دايركت سبستيتيوشن، هي نفس المعادلة اللي فوق بس كل حاجة هيجي عليها سكوير، بدل ما هي اكس بقت اكس سكوير، بدل ما هي اكس سكوير حطينا عليها سكوير تاني. طبعا انتوا عارفين بنضرب الباورز في بعضها، هتبقى 2 في 2 ب 4. هعمل انتجريشن بنفس الطريقه اللي فاتت، هتبقى اكس باور 3 اوفر 3 والبراكت عليه باور الديفرنشيشن بتاعه براه، ديفرنشيشن الاكس ب 1، ازود الباور 1 واقسم على الباور الجديد، تبقى اكس ماينس 2 باور 5 اوفر 5. الليمتس بتاعت الانتجريشن الابر واللور ليمت محطوطين من 1 الى 4، مره اعوض بال 4 ومره اعوض بال 1. طبعا انا عامله السبستيتيوشن كل واحد في براكت لوحده وحاطه بينهم ماينس. هجمع النمبرز دي كلها على الكالكوليتر هتطلع لي 72 باي اوفر 5.